السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد. كنهضر معكم من مدينة أكادير. مرحبا بكم معايا في فلوق جديد. هاد المرة غادي نبقاو في النواحي ديال دوكالا وبالضبط في مدينة الوالدية. هاد الفيديو غادي نقدم واحد الإهداء خاص للصديقة توزي اللي كنعرفها بأنه من المعجبين ديال هاد المدينة. فبدات هادشي اللي كنتي كتقلبي عليه هو كاين في الفيديو. طبيعة الحال بزاف منكم غادي يكونوا ديجا شافوا الوالدية، دوزوا فيها شي وقيت، ولكن اليوم غادي ندير واحد الفوكس على الوالدية فصل الشتاء والوالدية فصل الصيف. نتمنى ان الفيديو تعجبكم. لاول مرة غادي نطلب منكم الدعم باسكو كنظن ان المحتوى ديالي كيستحق اكثر من 3504000 ابوني اللي عندي حاليا. دونك ما تنساوش يعني الاشتراك والدعم ولو بارطاج. بلا ما نعطلكم يلا نمشيو للوالدية. فعلى بركة الله نبداو بالوالدية في الشتاء. قبل ذلك ندوي شوية على المدينة. كتنتمي الوالدية لعمالة سيدي بن نور منذ سنة 2015، بعيدة على الجديدة بحوالي 80 كيلومتر، 160 كيلومتر على كازا و 212 كيلومتر على مراكش. علاش تسمات بالوالدية؟ السلطان الوليد سالي الأسرة السعدية هو اللي عطى سميتو لهذا المنتجع، وممكن تشوفوا بقايا من القصبة اللي تبنات سنة 1634 من أعلى نقطة ارتفاعا بالمدينة. ورانا سمات وليدية. يعني جينا من جديدة لهنايا. غادي نشوفو كيسكو سا دون. صراحة أنا ساكن في جديدة، مي ما عمرني ما جيت لهنايا، واليوم سي لوكازيون. نقدر ندوق لي زويتخ، غادي ندير دورة في لوكا. دونك كوم فو فوايي هاهي لا لاكون لي معروفة بها الوليدية. إي فوالا تابعوني. عبر جولة بحرية نتكلموا شوية على الميزة اللي كتشارك فيها الوالدية والداخلة. هذه الجولة غادي تكلفنا 100 درهم، خصوصا اننا كنا جوج ديال الاشخاص، ولكن ما عليناش. الوالدية معروفة بالخليج ديالها واللي كيحتوي على بحيرة شاسعة، هي اساسا مرتع فين كيتمارس فيها النشاط اللي مشهورة به المدينة، تربية المحار او لي زويتخ. وهنا ما خصناش نخلطوهم مع بوزروك، المحار غني بالزنك اللي كيساعد الجسم على انتاج هرمون التستوستيرون المهم لدعم الخصوبة والوظائف الجنسية عند الرجل وكذلك عند المرأة. ولهذا بعض العاملين في هذا المجال كيسميو لي زويتخ بقنبلة الطاقة. في الدخلة ديال الوالدية غنلقاو لافتات مكتوب عليها منطقة للصدفيات مصنفة، كتعلن عن وجود بحيرات خاصة لتربية المحار على مسافة 10 الكيلومترات. الصدفة قادت سنة 1954 لتجريب تربية المحار في بحيرة الوالدية، واللي الخصائص ديالها ملائمة ومشابهة للمحطات الفرنسية الشهيرة لتربية لي زويتخ. صغار المحار او الزريعة تستورد من فرنسا، وبعد قرابة سنة ونصف من زراعتها بالبحيرة عاد كتبدا كتبان النتائج. محارات من مختلف الاحجام كتخضع لعمليات دقيقة من تعقيم، تصفية، ازالة العوالق واخيرا تنظيف، كل هذا حفاظا على صحة المستهلك واللي كيستهلكها في المطاعم الفنادق وايضا عند الباعة المتجولين، واللي كيكون ثمنها ما بين 5 حتى 6 دراهم الحبة. أكلة أخرى ممكن تجربوها في الوالدية وهي قنفذ البحر أو ليزوغسان، وهو حيوان صغير شائك، وإذا عبستي عليه أو قاسك ممكن السعة ديالو تأذيك. البيض ديالو كيتستعمل في البيوت والمطاعم كمقبلات.
فكان هذا شويه من كل شيء اللي شفت خلال زيارتي الاولى في شهر فبراير 2021. كورونا كانت مازال كاينه. الو، شفنا كيفاش دايره والديا في الشتوى، ودابا غادي نمشيو نشوفو كي دايره في الصيف. ودابا غنلاحظوا ان الوالديه غتبان لنا بشكل اخر خلال فصل الصيف، انطلاقا من جديده وفي اتجاه اسفي. ولا بد غادي ندوزو على قريه سيدي عبد، عقلوا على الجوج ديال الحياه. من بعد غندوزو على الجمعه دولاد غانم، تحيه للصديق عبد الرزاق. ومن ثم غادي نوصلوا للوالديه واللي هي وجهه سياحيه بارزه، وكتشكل الى جانب تربيه المحار والصيد مصدر العيش الرئيس لسكان المدينه. تحيه للسي الفاروقي. كباقي المدن السياحيه المغربيه غتلقاو مشاكل غالبا في الباركينغ والكرا، ولكن على العموم الاثمنه في الوالديه كتبقى في المتناول وكتراعي الظروف ديال جميع الطبقات الاجتماعيه. الوالديه فيها جوج بحوره، واحد هو اللي كتشوفو دابا غالبا هادئ ما فيهش المواج لانه جا داخل بحال البحيره، في المد كيغطي الماء الرمله، ولكن في الجزر ممكن بنادم يقطع برجليه للضفه الاخرى. البحر الثاني جا من الجهة الأخرى، فيه المواج وأخطر نسبيا في العمان. فالوالدية زوينة للدرويش وكذلك اللي عنده الفلوس، جوها معتدل وغالبا أبرد من المناطق المجاورة، ولكن اللي بغى يستمتع من الأحسن يبعد على فصل الصيف. وفي الختام غادي نرجعوا للقريه ديال سيدي عبد من اجل تناول وجبه الغداء. عندوك جوج الحياه اللي وريت لكم قبيله، لتناول السمك المشوي احسن طبق من بعد هذه الرحله. طبيعه الحال اكيد حنا غادي يكون عجبنا الحال، ولكن نتوما شنو بان لكم؟